وتأثير وسائل الإعلام المختلفة أنه لا تتزوج المرأة إلا من تحب. وجود الغيرة هي عبارة عن غريزة، لو استعصلت هذه مصيبة. الصراحة المناسبة، السعي للنجاة من الرذيلة. المرأة ظهر من أولادها شيء معين، فإذا كتمته وظهر لزوجها بعد ذلك قد يدمر البيت. قناة الأثر الفضائية، دليلك إلى الخير. قوموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف